اليوم كاين لقاء في وزارة العدل احتفاء بموظفات مسؤولات وزارة العدل، حيث تم تقديم هدايا رمزية لبعض الموظفات المتميزات داخل وزارة العدل. بعدها تم بالأمس تقديم هدايا رمزية لجميع موظفات وزارة العدل والوزارة المركزية. مرحبا بهذه المناسبة، أهنئ المرأة المغربية وأهنئ موظفات وزارة العدل والمسؤولات، وأنا أنشد أن يتم التعامل مع قضايا المرأة بأكثر جدية وأكثر جرأة، وإن شاء الله في الأيام المقبلة ستكون خطوات إيجابية جدا في مجال تحسين وضعية المرأة واحترام مبدأ المناصفة. هذا الهدايا ما شملش فقط الموظفات المتميزات، وإنما سمعنا أيضا عن تمنية هدية. لا، هذه غير هدية رمزية للموظفات تاع الإدارة المركزية فقط، هذا هو. كيف ترى النساء في مجال القضاء والوزارة العدل؟ احنا عندنا في وزارة العدل وفي مجال القضاء عندنا المناصفة، عندنا حول هناك تقريبا نفس عدد الرجال بعدد النساء، هذه ميزانية جديدة، ولكن على مستوى القيادات الوطنية مازال ضعيفة، خص يكون هناك حضور على مستوى القيادات الوطنية. في وزارة العدل تم تعيين 2 ديال المديرات، والآن غادي نديروا نهيئ مديرية خاصة بقضايا المرأة من الناحية القانونية. شكرا. رئيسة مصلحة بمديرية الشؤون المدنية، مكلفة بالدراسات في مجال السجل التجاري. كنهني جميع النساء بمناسبة عيد المرأة. وفي الحقيقة هذه التفاتة من السيد الوزير، وهي تكليف أكثر منه تشريف، لأنه غادي نزيد، خصنا نزيدوا من العطاء ومزيد من الإنتاجات ومن العطاءات في الميدان اللي كنمارسوه إن شاء الله. انتصار صغير، مهندسة معمارية بالكتابة العامة لوزارة العدل. هذا اليوم اللي هو اليوم ديال المرأة واليوم ديال الدفاع عن حقوق المرأة، كيشكل لي بصفه خاصه واحد الوقفه للاحتفال بالمراه وبالعطاءات ديالها طيله السنه، وكيشكل كذلك يوم خاص اللي يمكن لكل امراه انها توضع فيه اهداف للسنه المواليه وتزيد تطالع بعده مسؤوليات. كنشكر السيد الوزير على المبادره ديالو، وزاره العدل كامله، المسؤولين في الوزاره، لانهم تفكروا في هذا اليوم المراه العامله في وزاره العدل، وتم التتويج ديال بعض من النساء اللي هما بعض من الكل وكيمثلوا الكل. وفعلا هذه انا نزهه بغري، خدامه في الاعمال الاجتماعيه ديال وزاره العدل، ماشي في الوزاره مي في الاعمال الاجتماعيه. اليوم ما نساوكمش، تفكروكم 8 مارس، شنو كيعني ليك بعد هذا اليوم؟ بزاف. كيفاش كتشوفي هذه البادره؟ بزاف. انا جو سوي تري زيمو باسكو ما كانش حسابني اليوم هو اللي غادي يديروا لي فيه التكريم ديالي. كنشكر السيد الوزير على هذه الالتفاته بزاف، السيد المدير ديالي والرئيس ديالي. هادشي اللي يمكن نقول لك. الشعور ديالك من بعد سنوات وسنوات من العمل في واحد الميدان اللي هو صعب، حيت التواصل مباشر مع الاعمال الاجتماعيه خاصك تكون انت تبغيها، تبغي تعمل عمل اجتماعي. لما كنتيش ما يمكنكش تواكب. لا، هادشي كلمه في حق المراه المغربيه. المرأة المغربية هي الكل في الكل. هي الأم، هي الأخت، هي الزوجة، هي اللي ستربيه الأجيال ديال دابا وديال المستقبل، هي كل شيء المرأة المغربية والمرأة العالم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.